طيب بسم الله الرحمن الرحيم، راح ابدا في اخر شكل من اشكال اف ستيتمنت اللي هو ال اف ستيتمنت بين قوسين النستد. طبعا قبل ما ابدا في شرح هذا الشكل ناخذ امثله عليه. في مثال قلت حشرحه انا ان شاء الله. تابع لايش؟ شكل الاف الس. اوكي، شكل ايش الاف الس؟ احنا قلنا الاف الس عنده امرين، اف صح، بعدين الكونديشن، بعدين النقطتين الرئيسيه، بعدين الادنتيشن ما انسى المسافه الابتدائيه، بعدين ايش البلوكات تبعها. تمام، متى ادخل في البلوك تبع الاف؟ اذا كان الشرط ترو، بمعنى اخر اتحقق الشرط. ومتى وبعدين في الـ اذا كان الشرط فولس ايش حيكون في عندي؟ إلس، نقطتين رأسية، ثم ايش المسافة الابتدائية الانتيشن، واكتب ايش الاوامر والاكواد تبع ايش الإلس. حلو، متى ادخل في الإلس؟ اذا كان الشرط فولس، ومن ثم اكمل البرنامج. تمام، طيب هذا مثال اخير كان يتكلم عن الاف الس. قال لي بما ان الاكس تساوي 4 والواي تساوي 3، قال لي اف ايش يعني كتب جمله اف؟ هل الاكس قسمة 3 اكبر من الواحد؟ هذه القسمه الصحيحه، مو القسمة العادية. عندي احنا ثلاثة اشكال شرحتها، القسمة العادية وقسمة اللي كان عندي كذا قسمة صحيحة، وعندي ايش باقي القسمة. باقي القسمة نعرف انه باقي القسمة كم يكون باقي. اما هذا يعطيني القسمة العادية بفواصل، اي رقم يطلع لك اياه تكتبه. اما هذه الشرطتين هذه ايش؟ هذه القسمة الصحيحة. يعني مثلا لو اجي اقول لك 5 قسمة 2، هذه القسمة العادية كم يعطيني؟ 2.5، كده تكتبها. أما لو أكتب لك 5 وأحط لك العلامة دي مرتين، قلت لك 5 قسمة 2، هذه قسمة صحيحة. إيش يعني؟ لما أنت تجي تحطها بالآلة حيطلع لك 2.5، لكن هذا الأمر يتجاهل الرقم اللي بعد الفاصلة ويهتم بالرقم الصحيح بس فقط. فتعال ننفذ الأوامر هذه هنا. الآن أقول لك 4 قسمة 3، بس القسمة هذه القسمة اللي صحيحة، يعني ما يهتم بالرقم اللي بالفاصلة. 4 قسمة 3 تقريبا يعطيك 1، 4 قسمة 3 بتحطها بالآلة من تكسير يعطيك تقريبا يساوي 1.33 تقريبا. أنا بقول لك تقريبا، بما أنه الاوبريتور اللي كاتبه هنا هذا، فراح يتجاهل الـ33 اللي بعد الفاصلة، راح ياخذ الرقم الصحيح فقط. اذا هنا لما نعوض بالاربعة وقسمت بالقسمة الصحيحة طلع عندي 1.3، لكن انا اخذ الواحد ليه؟ لان هذا دائما يهتم بالعيار الصحيح. هاي الواحد اكبر من الواحد؟ لا، الواحد يساوي الواحد. فهنا في هذا الشرط صار عندي فولس، صار عندي ايش فولس. بعدين قال لي اند واي ضرب 2، هذه معناته اس، يعني الواي كم؟ 3 اس 2 كم يعطيني؟ 9 صح، 9 باقي قسمة 5 شرحتها، يعني 9 كم 5 فيها؟ عندي 5 واحدة، كم باقي لي على شو اسمه على التسعة؟ 4. الآن هنا هل الأربعة، سأرجع لهذا شوي، أو الآن هل الأربعة ما أدري هي واضحة ولا أنا شوية بحوس، هل الأربعة لا تساوي 3؟ صحيح، الأربعة لا تساوي 3، صار عندي إيش ترو. هنا فولس، ترو فولس عندي آند. قلنا متى الآند؟ متى دقيقة بس عد الكاميرا، متى الاند يعطيني ترو؟
مثل and يعطيني true. قلنا في حالة واحدة إيش هي؟ في حال كان كل الشرطين صحيحة، لكن تلاحظ أن عندي false وهي true، فإذا لم يتحقق الشرط. إذا كل ناتج الكونديشن في 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 هذا السطر أعطاك false. وإحنا قلنا في حالة الـ if else إذا كان الأمر أو إذا كان الشرط false راح يسوي skip على البلوك تبع الـ if وراح يدخل على البلوك تبع الـ else. فبما أن هنا الأمر false، بما أن هنا الأمر false، فراح إيش يسوي؟ راح يتجاهل، راح يتجاهل البلوك تبع الـ if وراح يدخل على إيش؟ البلوك تبع الـ else. لما دخل تبع البلوك تبع ليش لقى امر طباع اللي هو good luck، فراح ايش يطبع good luck. اوكي خلص من البلوك، لقى بلوكة تانية جديدة اللي هي الباي، فطبعها، لان هذه حتنطبع كده كده سواء تحقق الشرط سواء دخل في الاف او دخل في الالس. اوكي طيب ناتي الان للنوع الاخير اللي هو الاف بين قوسين نستد. هذا الاف 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 هذا ثواني بس الاف ده هو خليط ميكس، خليط ميكس من ايش؟ من الالز والاف. يعني هذا الاف الشرط الاخير أو الشكل الأخير الـ if statement، هذا خليط هو اسمه الـ if أو بين قوسين nested. nested معناتها متداخل. إيش يعني؟ هذا الأمر أو هذه الجملة الشرطية مكونة من L أو من F تمام و else، لكنها متداخلة متكررة. تعال شوف أول شيء ما هو الشكل العام للـ if statement تمام؟ أو أيضا لماذا أستخدم أو متى أستخدم أو متى أحتاج أن أستخدم الـ nested if أو إيش أو الـ if nested المتداخلة. هذه لما نحتاج أكثر من مرة أختبر الشرط تمام؟ الـ if هذا جاية من إيش؟ من كلمة else. الـ if هذه جاية من كلمة else. طيب ما هو الشكل العام، ما هو الشكل العام لل if statement؟ ما هو الشكل العام لل if statement؟ كالتالي حيكون عندي if كالعادة، بعدين condition مثلا نسميه condition رقم واحد، condition one، بعدين نقطتين رأسية، بعدين الايدنتيشن المسافة ما انساها، ثم اكتب ايش البلوك تبع ايش ال if. حلو، بعدين ال اف اوكي، بعدين الكونديشن الثاني حلو نقطتين رأسيه، بعدين اسيب مسافه بعد الانتيشن واكتب البلوك او الاكواد تبع ال اف، بعدين مره ثانيه فرض لو كان عندي ال اف اخرى حاكتب ال اف كالتالي، والكونديشن هنا كونديشن مثلا ثلاثة، وأسيب الايدنتيشن مسافة بادية وأكتب بلوك أخرى. بعدين إذا مثلا تحقق الشرط، لما تحقق حيكون عندي في النهاية إيش؟ else. حيكون عندي إيش؟ else. بعدين النقطة الرأسية وأمر أو الأكواد تبع إيش؟ الـ else. حلوين؟ طيب أول حاجة قلنا أنا متى أستخدم الـ if الأمر هذا؟ لما نحتاج أستخدم هو أني أحتاج أني أختبر أكثر من مرة تمام؟ طيب تعال نفهم كيف إيش أو كيف نسوي الطريقة هذه أو كيف نستخدم الـ if. بكل بساطة كالعادة أنا عندي يا true يا false، يا عندي أن الشرط تحقق أو الشرط لم يتحقق. إذا تحقق الشرط راح أقول إيش true صحيح، وإذا لم يتحقق الشرط راح أقول إيش false. طيب تعال كده أرسم لك إياه بشكل توضيحي كالتالي. كيف حيكون سير ال if else او ال if nested؟ ال if nested كالتالي. اول شيء
راح اشيك على الشرط. اذا كان ترو ايش راح ادخل على بلوكه الاف الاولى. تمام. اول شوف بمجرد ما ما الشرط يصير ترو راح اخرج من البرنامج على طول، اسحب على الكود الباقي. طيب لو جيت في بداية وكان الشرط فولس ايش راح ايش راح اسحب على ايش الاف الاولى واروح للال اف وارجع ثاني مرة اشوف. الان ها اذا كان الشرط ترو راح ادخل على البلوك ايش الثانية. طيب لو كان فولس، طبعا اذا كان ترو على طول ايش اول ما تحقق الشرط راح اخرج من البرنامج. لو كان فولس راح انزل في ايش في الان في ايش في ال اف الثالثه اللي بعدها. بعدين ارجع ثاني مره اشوف هل الشرط تحقق. اذا تحقق راح ايش ادخل على البلوكه تبع ال اف الثالثه على طول. من يوم ما انفذ الشرط، اذا الشرط صار صحيح انفذه واطلع من البرنامج. طيب لو كان فولس ايش راح ايش انزل الى ان اصل مثلا الى ايش لاخر حاجه اللي هي الالس. تمام. بعدها ادخل بلوكه الالس وانفذ الامر اللي فيها وانهي البرنامج. حلوين. يعني زبط الكلام. اذا الشرط يصير ترو اول ما نفذ الشرط اخرج من البرنامج على طول. لو الشرط ترو ادخل على البلوكه تبعه، لو فولس انزل اللي بعده، لو اخر حاجه كانت الس الالس ما فيها شرط. متى اوصل الالس للالس؟ اذا كله فولس، اذا لم يتحقق الشرط الاول ولم يتحقق الشرط الثاني ولم يتحقق الشرط الثالث، ما عندي حل الا ادخل على الالس. حلو. طيب تعال نشوف مثال، نفهم ايش هرجة الالس اف. طيب هذا مثال عندكم. تمام. قال لي الجريد عندي يساوي 84، اعطاني متغير وسماه جريد وخزن فيه له قيمه 84. بعدين قال لي اف، اذا بدا بكتابه ايش جمله الاف ستيتمنت. قال لي اف جريد جريتر دان اور ايكوال 90 نقطه راسيه ما انساها. الان اسال نفسك هل 84 اكبر من يساوي 90؟ لا فولس، بما ان الشرط لم يتحقق ايش راح انزل في ايش راح انزل ليش للشرط اللي بعده اللي هو ال اف. اجي الان اقف هنا، هل ال 84 اكبر من 80؟ ترو، ادخل في البلوكه تبع ايش ال اف، اطبع ايش بي. بمجرد ما تطبع البي اخرج من البرنامج. الحمد لله كده خلصت. راح طبع ايش بي. واضح. فرضا لو مثلا كان لو مثلا جاء هنا برضو فولس، لو كان مثلا الدرجة كانت مثلا 50 مثلا، جيت في المرة الأولى دخلت في الاف فولس، رحت للاف فولس 50 أقل من 80 فولس، الأكبر من 80 فولس، أجي في الاف الثاني 50 أكبر من 70 فولس، أجي هنا 50 أكبر من 60 فولس، على طول دام كله فولس راح اجي في الالس واطبع فيلد. اوكي، بمجرد ما يتحقق الشرط، يعني اذا كان الشرط صحيح ادخل في البلوكه تبعه واطبع واخرج من البرنامج دايركت. واضح. ها انا شارحها حتى بالاسهم، لما انطبع هنا تحقق الشرط على طول خارج من البرنامج دايركت. تمام. طيب في عندكم في نفس السلايد اللي شارحين هذا الاكزامبل، تمام، كان في فكرة اللي هي لو أنا كان عندي لو أنا أبغى إيش بنفس الطريقة هذه نفس الجريد ذا، أبغى أكتب كود بالإف سيمبل اللي هي إف ستيتمنت العادية. إف ستيتمنت العادية إحنا إيش قلنا فيها؟ إف ستيتمنت العادية إيش قلنا فيها؟ تمام. أهتم بإيش بس بالجزئية ترو. اف العادية اللي هي كده على الشكل التالي اف بعدين كونديشن، صح، نقطة راسية. اهتم بايش بالترو. اذا كان ترو
انفذ الشرط ادخل في بلوك الف وانهي البرنامج بعدها. اذا كان فولس ما اسوي ولا شيء. اذا كان فولس ما اسوي ولا شيء. فنفس البرنامج هذا اللي دوبه شرحناه هذا انا بكتبه لو انا بكتبه ايش بالاف سمبل الاف العاديه ايش يعني؟ يعني فاكرين في الاف سمبل ما عندي الا ايش اف ما عندي لا الس ولا الاف ولا اي حاجه. طيب هذه هذا خلينا نحطها كده جنب بعض هذه الان هذه تبعنا ال اف قلنا اول ما تحقق الشرط اطبع واخرج من البرنامج اسحب على الباقي لو كان فولس انزل في الالف الاولى فولس انزل في الالف اللي بعدها فولس انزل في الالف اللي بعدها وهكذا الى ان اصل اذا كانت كل الشروط فولس فمضطر ندخل في الالس تمام. طيب انا لو اكتب ايش ابى اخلي هذا هذا الكود بحله بالاف سمبل العاديه اللي هي بس يتم بجزئيه الترو اذا كان ترو يطبع وبينهي البرنامج اذا كان فولس ما يسوي شيء وايش ويكمل البرنامج حلو. طيب يعني الان لو بحلها بالاف معني ايش 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 معناته يعني بخلي كل واحده من هذه لحالها يعني هذه حتكون منفصله وهذه حتكون منفصله وهذه حتكون منفصله كايش كامر برمجي هذه حتكون منفصله تمام يعني كل واحده حتكون منفصله عن الثانيه وكلهم حيكونوا اف بدل الاف حيكون اف 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 لانه اف سمبل عاديه ما فيها الا اف لانه اف العاديه ما فيها الا اف ما فيها لا الس ولا فيها ال اف ولا فيها اي خرابيط اوكي. طيب بس هنا في مشكله دام كل واحده منفصله عن الثانيه فانا مضطر اني ايش انفذ هذا الشرط يعني لو انا كتبت اف تمام اذا تحقق راح انفذه. طيب لو كان اف راح يتحقق اذا تحقق راح انفذه ما ينفع. وفي نفس الوقت انا تمام انا مضطر في اف سيمبل هذه لو كان ترو راح انفذ الشرط وفي نفس الوقت ابى اتاكد من هذا الشرط هل هو داخل عندي في المجال او لا. لانه دحين لو انا اكتب هذا الكود بالشكل هذا الاف اف اف كذا ما صاروا متداخلين مع بعض ما صاروا متداخلين ايش مع بعض. فدحين راح اعتبر هذا شرط جديد وهذا شرط جديد وهذا شرط جديد اف 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 تمام. ف ايش حسوي ايش حسوي لاحظ ايش كتب الجريد 84 بعدين هل ال 84 اكبر من 90 تمام زي ما ان ال 84 اقل من 90 فايش فما راح ايش اطبع الشرط الاول تمام. طيب راح اشوف الشرط الثاني مثل هذا انا مضطر اني اشرح معاكم ال 84 اكبر من 80 ترو تمام. وهل ال 84 اقل من 90 هذا يعني هذا شوف هذا الشرط تبع ايش اللي فوق الفولس تبع الشرط اللي فوق خلينا اوضح الكاميرا هذا الشرط هنا الفولس تبع الشرط اللي فوق اوكي. طيب فلو تلاحظ لو انا جيت بس بشوف هل كل الشروط هذه تنطبق على 84 تلاحظ انه الاول ما ينطبق عليه 84 ليس اكبر من 90 فولس. طيب هنا هل 84 اكبر من 80 ترو. طيب سيبك لو الجزئيه هذه ما في اللي هي اند الان ايش تلاحظ ال 84 اكبر من 80 في هذا الشرط وال 84 اكبر من 70 في هذا الشرط وال 84 اكبر من 60 في هذا الشرط حلو. يعني ايش معناتها حيطبع لي بي حيطبع لي سي حيطبع لي دي فهذا خطا في امر الاف العاديه اف العاديه تمام اطبع مره واحده تمام اذا كان ترو ويمشي اذا فولس ما يسوي شيء. لكن انا تمام انا كتبت الشرط هذا تبع الان ملاحظين وهنا عشان بس الاضله وهنا كتبتها ليش عشان ما تنطبع كلها لان لو هذا الشرط ما كتبته هذا ما كان كتبته تلاحظ 84 اكبر من 80 و 84 اكبر من 60
وأربعة وثمانين أكبر من سبعين، فراح يطبع بي ثم سي ثم دي. فأنا لما جيت خليت الجزئية هذه اللي هي AND، نفيت الإيش إيش نفيت اللي قبلها، نفيت اللي قبلها، نفيت اللي قبلها. فلما سويت الحركة هذه كررت الجملة هذه، بس طبع إيش، بس طبع إيش، طبع إيش، طبع البي بس، بس فراح يطبع إيش بي فقط. واضح الفكرة إن شاء الله في 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 في, في الأمر الطباعة ده ما حيجيكم تحويل، لكن بس هو دام كاتبه عندكم، فأنا اضطريت إنه أشرح إنه أنا أقدر أكتب إيش إف بستخدم أكتب الإف سيمبل بالطريقة هذه، بشرط إني إيش أحط شرط آخر ينفيلي الشرط اللي قبله عشان لا أضطر إني إيش أطبع أكثر من شرط متحقق. أوكي كده خلصت الأوامر، باقي جزئية الكومن مستيك إن شاء الله راح أشرحه في الفيديو الجاي.